اس عشق میں مر جاوا. طلعوني من هون بسرعة، رح تقتلني بترجاكم. مين في هون؟ انتي ما رح تطلعي من هون ابدا، وما رح تقدري تحصلي على ديب نهائيا، لانه هو الي لحالي ورح يضل بس لإلي. هلا تعودي انه تعيشي هون واعملي رفقات جداد. مبروك عليكي بيتك الجديد، بتمنى لك التوفيق. زوجك اجى لحتى يشوفني بعد ما انت رحتي بشوي. بعرف. اللي كل شيء بالتفصيل، شو يلي حكيتوه انت وياه؟ هو كان عم بيقول دكتور انه... دكتور، المريضة اللي بالغرفة رقم 3 طلعت عن السيطرة، لازم انه نعطيها مهدئ، بترجاك تعال بسرعة. ماشي، انت لا تخافي مدام، نحن رح نهتم بمريضتك تماما مثل ما انت بدك. انا رح روح. يلا, يلا. ديب اجا، معقول انه يكون شفقان على هي البنت واجا يطمن عليها؟ ليش اجا لهون بهي السرعه هيك؟ باتصال واحد وبس. هو اكيد قال شي للدكتور، بس شو؟ بكل حال شو ما كان، في شي مؤكد انه هي البنت رح تضل هون وقدر انكتب هون. ما حاولوا هدول الناس انه يخبوا سلاح عني، انا دايما بلاقي سلاح او شيء تاني. الناس بيقولوا انه هاد بيستخدم لتقشير الجلد منيح، كثير منيح. بتحبي ورجيكي كيف يعني؟ خلينا نشيل الجلد عن وجهك ونشوف شو فيه. لا ساعدوني، حدا يطلعني من هون، رح تقتلني. انت كمان مفكرة انه انا مجنونة؟ انت ما بتعرفي انه ما حدا بيسترجي يتدخل بخناقة اتنين مجانين. الو مدام، انا الممرضه سونيتا عم احكي معك. كل شيء عم يصير تمام مثل ما بدك انت. العلاج اللي اتفقنا عليه بلش من شوي. فيكي تسمعي صوتها؟ بترجاكم طلعوني من هون. هالمره انا قطعت اظفرك، المره الجاي رح اقطع لك اصبعك، فهمتي؟ بدك تشوفي؟ انا سمعت صريخه معبي الدنيا كلها، بدي كل لحظه عندكم تكون جاحين بالنسبه لها. انا من زمان غلطت غلطه عمري وسامحت بنت بنفس هي الطريقه، ما بدي يتكرر الغلط نفسه مره ثانيه. اعملي شو ما بدك، قتلي يا عزبية، اعملي شو ما بدك فيها، بس لازم تضلي تتذكري شغله، هي البنت ما لازم تطلع من المستشفى عايشة ولا بأي شكل من الأشكال. أمرك مدام. بترجاكي طلعيني من هون، ما رح أقدر ضل هون، بترجاكي طلعيني بسرعة. أنتِ خايفة منه؟ الدكتور بعت مرضى مميزين خصوصاً مشان حمايتك. هلا كلهم رح يضلوا هون، دخليهم يلا. تعالي تعالي، يلا تعالي. طلعي هنيك، طلعي، قومي يلا. هلا هدول رح يضلوا معك هون. تعالي. خلاص لا تعملوا ضجة، اهدوا كلكم، الكل يقعد يلا. بترجاكي
بترجاكي استني طلعيني من هون، بترجاكي شو عم تعملوا؟ انا ما راح اقدر ضل هون، هن راح يخلوني جن، بترجاكي اسمعيني. مجانين. هي راح تجن، شوفوا قال راح تجن، هي راح تجن من ورانا. شوفوا شوفوا هي راح تجن. شو كنتي عم تعملي لاجيتي لهون؟ انتي مو مجنونه مثل ما بدك، بس نحن راح نجننك هلا. انت مو هتصيري مجنونه مثلنا، انت رح تصيري مجنونه مثلنا. يا قدير، وين علقانة أنا؟ هدول الناس رح يقتلوني وأكيد رح يقتلوا ابني كمان. ديب وينك هلأ؟ كيف فيك تتركني لحالي مع هدول الناس المجانين وتروح؟ أنت لازم تكون بتعرف بخصوص ابنك. معقول تكون تاري عملتها ومنعت الدكتور وهددته وما استرجع يخبر ديب؟ أروهي، أروهي. ديب بيحبني ولا لا؟ لا ما بتوقع بحبني. لا ما بحبني، بحبني. لا ما بحبني، بتوقع بحبني. لا ما بحبني بالمرة. أروهي شو عم تعملي عندك؟ يلا انزلي بسرعة. بالأول بدك تقلي إذا أنت بتحبني عن جد ولا لا. هذا سؤال بتسأليني إياه؟ أنا إذا حبيت حدا بحياتي كلياتها بتكوني أنت. بترجاكي هلأ انزلي. طيب فيك تقلي هلأ ليش أنت طولت حتى رجعت بعد ما رحت؟ لحتى توصل تشاواني للمدرسة اللي بيدرس فيها؟ طريق من المدرسة للبيت مانو كتير طويل، ما هيك؟ أنا بالحقيقة اسمعي ديب لا تكذب. لما بشوفك عم بتكذب أنا بحس إنك ما بتحبني أبداً ومانك مضطر تكذب علي. قلي الحقيقة وإلا أنا رح نط من هون. شوفي أنا رحت لأجيب هدية لإلك. وقف عندك. أنا بعرف من وين أنت جبت هاي الهدية وليش جبتها. رحت على مستشفى الأمراض العقلية مشان تجيب لي هاي الهدية. صح ديب، أنا قلت لك من قبل إنه لا تكذب علي، بس أنت كذبت علي. أنت ما بتحبني. ليك اسمعيني. لا رجلك شكلها عم توجعك؟ أنا كنت عم فكر إنه أقطع لك رجلك. أنت بتعرفي مين أنا؟ ماري كوم. بورجيكي ميدالية ماري كوم؟ شوفي ماشي، هاي الميدالية كلها ذهب وغالية، ما فيكي تشوفيها. ليكي شوفي شو عم تعملوا؟ بعدوا عني. خلص بترجاكم بعدوا عني. هاي بعدوا، أنا رح أقطع كل شيء. ميدالية إيد رقبة راس، تحركوا يلا يلا. بترجاكم وقفوا وبعدوا عني بقى. انتوا بتعرفوا انه انا حامل، ليش بتضلوا عم تزعجوني هيك؟ خلاص بقى لازم تبعدوا عني، بعدوا من هون. انا حامل اكيد، اللي عم بصير مؤامره من تارا، بتكون دفعت مصاري للدكتور مشان تتخلص مني. خدي بوكس. اسمعيني شوي، طالعيني من هون. هنن ما رح يخلوني لا اقعد ولا نام ولا ارتاح. انا ما فيني ضل هون وانا حامل، انا ما لازم ضل هون. انا قلت لك من قبل انه لازم تضلي هون. لك انت شو عم بتقولي؟ هدول اكيد رح يخلوني جن. في هنيك صديقتك سودها، روحي ونامي بحضنها، هي رح تخليك تنامي منيح. وهي عندها كثير شغلات بتخليك تقدري تنامي. طلعني من هون، عم قلكم حدا يسمعني. بترجاكم طالعوني، طالعوني، بترجاكم حدا عم يسمعني. يلا الأكل، يلا الأكل، يلا طالعوني. أنا برجيكم بطلة افتحوا.
شكرا كثير انك رجعتي لحتى تاخذيني. طلعي من هون بترجعي. خلص بعدي عني، ما رح تستفيدي شيء من البكي. انت لازم تضلي هون، الاكل اجا، بسرعه اكلوا، والا هاللبوه رح تاكل كل الاكل وما تترك شيء. اعطيني اكل، يلا اعطيني. ليش ما بدك تاكلي؟ رح تاكلي؟ خدي. ما بدك؟ المفاتيح طلعوا وقعانين هون وانا عم دور عليهم هني. يا قدير، شو هالاختبار هاد؟ بترجاك اعطيني القوة، انا ما بدي اخسر، بدي اطلع من هون. بعد بكرة عيد ميلاد ديب، انا رح روح وقول له انه الولد اللي كان بيتمناه دائما رح يجي اخيرا على هي الدنيا. شو في هدية اكبر من هي ممكن اعطيها؟ انت جنيتي شي؟ شو كان صار لو اني ما انقذت حياتك؟ جاوبيني. لا ديب، لا، بترجاك لا تبعد عني، انا بحب كثير لما انت بتكون قريب مني هيك. بالعكس صدقني انا بحبك اكثر لما بتضربني هيك، وهذا الدم هو دليل على حبك القوي والكبير لإلي. هذا الحب الأحمر هو الحب الكبير، هو الحب الحقيقي، حبك الكبير لإلي، حبك المخادع الكذاب. شو هالولدنة هي؟ ديب، هي أبداً ما أنا ولدنة، أنت عم تكذب علي. ليش كذبت علي ديب؟ أنت ليش رحت اليوم لتشوف هديك البنت المجنونة بالمصح العقلي؟ جاوبني، ليش رحت؟ ليش كذبت علي؟ إذا أنت بتحبني ليش كذبت علي؟ ليش رحت لهنيك؟ ليش ما قلت لي؟ هديك البنت كانت عم تزعجك، لهيك أنا رحت لعند الدكتور مشان ما يخليها تطلع. عرفتي ليش رحت لهنيك؟ ديب، أنت عم تقول الحقيقة؟ أنت عن جد ما بدك هاي البنت تطلع؟ ديب، أنا خفت كتير لأنه فكرت أنك غيرت رأيك بخصوص البنت. شو غير رأيي؟ أنت جنيتي؟ شو هالحكي الفاضي اللي عم تقوليه هلأ؟ كم مرة بدي اشرح لك انه بعد كل المشاكل اللي صارت معنا انا وانتي ما حدا بيقدر انه يفرق بيني وبينك ابدا، وانتي لساتك لهلا عم تشكي فيني؟ هلا صارت الحقيقة واضحة قدامك، فكري مثل ما بدك. ديب، ديب، بس ديب بحبني لإلي انا. ايه، ريحة هالأكل مو طيبة. اختي، من شاني تاكلي؟ تشواني، ماني جوعانة، انا قاعدة عم بتذكر اخي ومرت اخي. خلص انت روح وكل، انا ما بدي اكل بالمرة. قلتلك ما بدي. إذا أنت ما رح تاكلي هلأ أنا كمان ما رح آكل. الفرح والحزن بيجوا على الحياة وهنن جزء من هي الحياة. ديب، أنا ماني جوعانة، قول أنت. أنا ما رح خليك تنامي جوعانة، يعني إذا ما أكلتي هلأ أنا كمان ما رح آكل. يلا افتحي تمك. أنا... يلا هلأ عم تبتسمي؟ عجبتك الطعمة؟ أنا ما بعرف غير طعم حبك لإلي ديب. أنا هلأ لازم آكل.
بس من شانك ديب، أنا رح آكل من شانك، أنا كمان رح آكل من شان علامة حبنا، والأهم هلأ أنا رح آكل من شان سلامة ابننا. أنا ما عطيتك هذا الصحن صح؟ عبالي آكل هذا الحلو، في أخده؟ اسمعيني لو سمحتي، أنا كتير جوعانة، هذا الأكل كتير مهم بالنسبة لي مشان ابني يقدر يعيش ببطني بقى. بترجاكي أنا بدي هذا الحلو، شو بكي ما بتفهمي علي؟ بترجاكي رجعي لي إياه؟ أنا بدي الحلو، هاتي يلا. خلص ما بدي إياه. بدك تاكلي؟ خدي كلي يلا خدي. ما بدك؟ أنا رح آكل. سامحني حبيبي، لأنه اليوم أنت رح تنام جوعان. وينكن؟ عن جد أنا كتير عطشانة وجوعانة، في حدا هون؟ عطوني شي لحتى آكل بترجاكم. ايه وش؟ أنت غبية؟ الكل نايم. شش اسكتي. كيف بقيان صحن الأكل هاد؟ طيب هي ليش ما أكلته؟ شو عم بيصير عندكم؟ أنا ما قلت لك من قبل إنه بدي الأخبار عنكم بكل دقيقة؟ بس لحد هلأ ما في شي خبرك يا مدام. إذا بتحبي اتصلي بعد شوي، لأنه رح نبدأ بعلاجها هلأ. اسمعي كيفك؟ أنا عم بارك هذا البيت، لهيك عم برش المي بكل مكان. يا قدير بارك هذا البيت، يا قدير بارك هذا البيت، يا قدير بارك هذا البيت. هي يلا قوموا بسرعة لأشوف، يلا تحركوا. شو ما بدكم تتحمموا؟ الكل يوقف بالصف، يلا روحوا وتحمموا بسرعة، روحوا. انتي يلا خليكي هون، في شي تاني خاص إلك بس. مدام كل التحضيرات جاهزة. طيب ليش عم تتفرج؟ يلا خود المريضة، يلا امشي يلا. لا عارف انه انت رح تعمل صدمات، يلا بترجاكم لا تعملوا لي صدمات، ما بدي وعدك بدون مشاكل. بترجاكم ما بدي، لا انا ماني مجنونة، لا تعملوا فيني هيك. بترجاكم وقفوا، لا بترجاكم اتركوني. شكلها سمعتني شو كنت عم بحكي بالغرفة فوق، بس ما تروح تخبر ديب إني كنت عم بحكي مع المصح العقلي. أنتوا ما بتعرفوا إنه أنا حامل، بترجاكم لا تعملوا هيك، ممكن يصير أي شيء للولد وقت رحجن. بترجاكم ما تعملوا فيني هيك. لا يلا شغل الجهاز يلا. شو اللي صار؟ ما في كهرباء يعني؟ فيها كهرباء، ليش الجهاز ما عم يشتغل؟ جرب كمان. ما عم بفهم شيء، يمكن الجهاز معطل. أنا رح حاول اتصل بالفني. الفني ما رح يقدر يجي قبل بكرة، أنت نفدتي اليوم. يا قدير كل هذا الشيء من معجزاتك، أنت اليوم أنقذتني وأنقذت ابني معي، هلأ بطلب منك تدلني على الطريق لأطلع من هون، وإلا هدول الناس رح يقتلوني بكرة. شغلك انتهى استاذ. شكرا كثير لك. شو
كيف صار هالشي؟ ليش انتم ما بتسكروا هالمشفى اللي عندكم وبتروحوا تبيعوا بسكوت احسن من اللي عم تعملوه؟ انتم ما بتفهموا. بلكي ديب اتصل فيهم وقال لهم يوقفوا الجهاز كرماله. يا ترى معقول يكون عم يلعب معي؟ هي شبك انتي؟ يلا امشي معنا، صار وقت الابره. ابره من شان شو؟ شو الابره هي؟ شوفي انا ما رح اقبل اخذ اي ابر ولا ادويه كمان. اتصلي بالدكتورة اللي عالجتني وإذا قالت إيه رح أخذ، لأنه أنا حامل وابني يمكن ينأذى كثير. هي الدكتورة ما بقى عم تشتغل بالمشفى، أنا عم أقول لك خدي الإبرة ولا تعترضي. أنا ما رح أخذ ولا إبرة، بكفي، خليكي بعيدة عني. أنا رح أجبرك إنه تاخديها، إذا ما قبلتي تاخديها بإرادتك. بتعرفي شو رح يصير وقتها الإبرة؟ أنا عن جد كثير بحب إني أعطي إبرة. أنا بعطيها. هذا كثير منيح. خديها منه. أنتِ نفدتي مني، أما هي لا. أعطيها. لا تتركيني، بترجاكي. صدها بترجاكي لا تعطيني اياها، انا حامل وابني ممكن يتأذى كثير. صدها بترجاكي لا تعملي هيك. صدها وقفي، بترجاكي انا حامل ممكن انه يصير شيء للولد، لا تعملي هيك شيء بترجاكي. لا شو صار؟ هي انكسرت. وهي ابنك نفت كمان. الابرين كسرت. الابرين كسرت. كلكم صفقوها. انتي نفتي، ابنك نفت، الولد نفت. انتي مانك مجنونة؟ بلا انا مجنونة. لا مو صحيح. شش خرسي. انت كسرت الإبرة لأنه أنا حامل، وبالليل انت كمان تركتي لي الأكل. ما في حدا مجنون بيعمل كل هاد، بكفي تمثيل بقى. انت بدك تشوفي جنوني؟ ها؟ شو بدك تشوفي جنوني؟ استني. تتذكري؟ تذكرتي؟ انت نفدتي من هاد. رح أقطعه هلأ. رح أقطعه. قطعي؟ يلا ليش وقفتي؟ انتي حامل صح؟ هاد مهم كتير إليك. أنا ما قدرت إني أنقذ بنتي. أنا ما قدرت إني أنقذ بنتي. زوجي وحماتي هن الاثنين قتلوا وهي لساتها ببطني. وليش؟ لأنه هديك المسكينة كان غلطها الوحيد هو إنها بنت. ولما أنا حاولت أحكي عن اللي عملوه هنن بعتوني هذا المصح العقلي. أول ما أجيت على هذا المكان كنت صرخ كتير وعمل ضجة كبيرة مثل ما عملتي، بس ما حدا رح يسمعك هون أبدا. كل اللي هون مثلي مجانين. أنا عرفت إنه إذا بدي ضل هون لازم إني خوفهم، وما لازم خاف. إذا بدك تعيشي هون إنتي عملي مثلي، خدي هاي خوفي الكل، خليكي هيك مثلي منشان تنفدي من الأبر والأطباء والأدوية ومن هدول ساقات الكهرباء ومن كل شيء موجود هون. خليكي مثلي. اهدي شوي، اسمعيني. خلص اهدي. رؤي، اللي صار معك كتير بزعل، وهذا الشيء غلط كبير. انت انظلمتي كتير، بس صدها انا ما رح اقدر اعمل كل هاد. انا ما رح ضل هون، انا لازم روح برا. برا لسه في ناس مجانين اكتر من هون، رح يخلوك تجني اكتر من اللي هون. اسمعيني، جوزي برا وبيكون عم يستناني. زوج؟ ما عندي ايمان ابدا بكلمة زوج ولا باي شكل ابدا. اسمعيني اهدي شوي. جوزي انا شخص كتير منيح، هو رح ينبسط كتير لما يعرف بخصوص الولد. عن جد رح ينبسط، صدقيني. هو بيكون عم يستناني هلأ ورح يهتم فيني كتير. عدوتي أنا أخذت زوجي مني وما بدها أنه يعرف بهذا الشيء، وهي بدها تقتلني وأكيد رح تقتل ابني كمان إذا عرفت بهذا الموضوع.
أنا لازم أطلع من هون بأي طريقة وأوصل لزوجي وخبره بالموضوع. بترجاكي ساعديني. أنت ما فيك تطلعي من هون؟ مستحيل إنه تقدري تطلعي من هالمكان. سودا اسمعيني، أنت إلك زمان هون مزبوط؟ لكان لازم تكوني بتعرفي كل الطرق اللي بتوصل لبرا. أنت بتعرفي كتير عن هذا المكان، أنت كمان تقدري تطلعي من هون صدقيني. نحنا فينا نعيش حياة حرة. فكري منيح، بترجاكي فكري منيح. كتير مهم تخلوا هاي البنت بمكان آمن، لا تنسوا هذا الشيء. ها طلعتها كتير مهمة. وهالشي ضروري. ايه هي رح تعيش بالمكان اللي انا بدي اياه. ما بدي ابدا اي شيء مو منيح يصير لهي البنت. هذا اللي كان بدك تسمعي صح؟ من ايمتى بتتجسسي علي؟ هذاك اليوم انت عرفتي اني رحت على المشفى، واليوم عم تتجسسي علي. لهيك فكرت خليك تسمعي شغلات ما بدك انه تسمعيها ابدا. معناها انت كنت عم بتقول هيك عن قصد مشان تخليني اسمع؟ ما كان في حدا على الخط؟ ورجيني تليفونك. إذا عن جد ما عم تحكي مع حدا على التليفون، ليش متردد تخليني شوفه ديب؟ شو هو هذا الشيء المهم اللي ما لازم أنا أعرفه؟ أنت خايف من أنه أنا أعرف شو هي الحقيقة؟ ديب ما بيخاف من حدا أبداً، فهمتي؟ تخلصي من هذا الشك اللي موجود بقلبك تجاهي كمان، ولازم تتأكدي منيح أنه نحن الاثنين كل شيء طبيعي بيناتنا تماما. لا هيك لبقى تتجسسي علي، وقال كل شيء رح يتدمر على الخالص، فهمتي؟ الاسم؟ الاسم رح يضيع مني. إذا بدنا نطلع من هون اليوم، نحن لازم نبلش نخطط من هلأ. مفاتيح الباب موجودين بغرفة الدكتور رئيس الأطباء، بس هذا الشيء مو سهل أبداً. الحراسة هلأ بكل مكان، بس عن جد لازم يكون في شيء طريقة. هلأ بعد شوي رح يبلش الدعاء، ووقتها الكل بيكونوا موجودين هنيك وما في حدا جنب الغرفة. يا قدير خليني أقدر شوف ديب هالمرة، طالعني من هذا المكان بسلام بترجاك. الكل يحيي القدير. يحيى انت ليش دفشتي؟ ايمت دفشتك؟ ليش؟ انت اللي دفشتيني. لا تدفشيني ليش؟ بعدي عني بعدي. ايدك. قلت لك بعدي. Oh,
وافي 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 عندك استني. من وين طلع هذا؟ بسرعة. ما عم يفتح. جربي المفتاح الثاني يمكن يزبط. ياس المفتاح غلط رايحة. لا ما تروحي انت، هلا بك مشوكي بترجعك. هلا بك ما بدك تطلعي من هون، معناها لازم نعمل شيء. استني استني لا تروحي. مانوش؟ ها؟ وين البنت الجديدة؟ ها؟ معقول هربت؟ هربت؟ ها؟ الحوة. وافي عندك! وافي! تركي! روحي بسرعة! انت لازم تنقذي ابنك، روحي بسرعة! امشي روحي معي. لا توقفي، روحي من هون. تحركي. شو صار؟ قوم قوم. يلا منيح انه وصلنا لهون بخير وسلام، وما في حدا شافنا ونحن جايين. هلا ما حدا بيقدر يمنعني انه خلي ديبي يشوف ابنه. كيف قدروا اثنين مجانين انهم يهربوا من بين ايديكم؟ الحراس حاولوا انه هن يوقفوهم بس. شو هالحكي الفاضي هاد؟ تنتين مجانين قدروا يهربوا وانت جاي لهون مشان تخبرنا انه هن هلا عم يتمشوا بحريه بالمدينه؟ انت بتعرف قديش هذا الشيء خطير؟ مين رح يكون المسؤول عن هذا الشيء؟ شوف اعمل اي شيء بتقدر عليه، بس هدول التنتين لازم يكونوا بالمصح بكره الصبح بكير، ودير بالك تتاخر بالموضوع اكثر من هيك والا انا رح اقدم شكوى للشرطه. عم تفهم كلامي؟ شو صار؟ ولا شيء. شكله الوضع هلأ مو منيح إنه أخبر ديب عن الولاد، لأنه ديب مفكر تارا هي أروهي، وإذا تارا عرفت هلأ إنه أنا هون هي ما رح تتركني أبدا. هذا مو التوقيت الصح. كيف راحوا هيك 3 شهور من حياتك من دون ما تكوني بتعرفي عنا اي شيء؟ شوفي حاولي تضغطي على مخك شوي، اذا فيك تذكري شغله صغيره وقتها رح تتذكري كل شيء. مفكره اني ما حاولت؟ يعني انا عن جد حاولت كثير بس ما قدرت انه اتذكر اي شيء. بتذكر لما رجعت لوعيي انه انا كنت موجوده بشاحنه وكانت قريبه من حدود النيبال، وهديك الشاحنه شاحنه. حاولي انك تعصري مخك منيح، يلا تذكري. كان مكتوب على هديك الشاحنة شركة جورو كريبا لنقل البضائع. هيك كان مكتوب على الشاحنة؟ هلأ بناخد رقم تليفون جورو كريبا، لازم يكون موجود هون دليل تليفونات. خلينا نشوف. ليكو إيه؟ جورو كريبا للنقل، صدها لازم اتصل. ايه الو الو، في عندي غرض بدي وصله للحدود، بس انت رح تاخد 100,000 روبيه. خلص اعتبري صار. قولوا لي لوين الغرض بدك تاخديه؟ شريدان ميل هلا فورا. سيرين ميل فورا. ماشي. رحت منشان تشوف هديك البنت، وانت كمان اللي طلعتها من المصح مظبوط؟
اللي الحقيقة وين خبيتها لهالبنت بعد ما طلعت؟ خرسي خرسي، انت جنيتي على الخالص؟ عم تشكي فيني؟ لك انت آروهي يا آروهي، لا تتصرفي هيك بجنون مثل تارا. اختي شوفي قوليلي في مشكلة؟ ما في شي تشاواني، صدقني كل شي تمام. انت لا تخاف، بس انتبه على دروسك. انت هلأ روح دروس لأنه الامتحانات قربت، وأنا في عندي شغل كتير مهم لازم أعمله، ما بطول. تفضل، الشغل لازم يتم. كمان تذكر كتير منيح إنه ما حدا لازم يعرف فيه. حاضر أستاذ. شو الشغل اللي بده يا ديب؟ يا ترى شو بده ديب من هذا الشخص؟ ديب، يا ترى لوين راح هلا؟ شو عم يخطط ديب ويخبي عني؟ احكي يلا احكي يلا، انت عم تخطف العالم وهيك؟ وعم تساوم، ما رح تحكي بالذوق، احكي. تركيني بترجاكي. مين اللي دفع لك مصاري مشان تحطني بالشاحنة وتاخذني للنيبال؟ صدقيني أنا ما بعرف شيء، ما بعرف شيء أبداً. أنا بس إجاني اتصال مثلك أنت، يعني لأخذ أغراض. بتحب حياتك ما؟ احكي يلا قول. احكي خلص رح احكي. رح احكي. عيادة الدكتور سهاي للجراحة التجميلية؟ معناها هذا هو المكان اللي غيروا لي وشي فيه. أنا أكيد رح أحصل على كل الأجوبة هون. هلأ رح أعرف قصة الشهور الثلاثة اللي راحوا من حياتي. ليش الكل هون عم يطلعوا فيكي هيك؟ يمكن كلهم بيعرفوني. أنا أكيد رح أحصل على أجوبة لكل أسئلتي هون. تعالي. شكلها هي غرفة الدكتور. أنا رح ضل هون. أنتي؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.